والتقيت بالمهندس عنتر خميس. ما شاء الله المهندس عنتر خميس مجاله مجال مهم جدا، مجال مواد غذائيه. طبعا مجاله مؤسسة الإخوة لعسل النحل ومستلزمات النحالين. حكايته حكاية. معاه طبعا يعني أولاده ما شاء الله، وابن أخوه الأستاذ أحمد عنتر ده ابنه، والأستاذ محمد الرفاعي ابن أخوه، شباب صغير وبياخد خطوات تجاه عسل النحل ومنتجات عسل النحل. طبعا هم بصدرهم لإحدى الدول العربية. مشكلتهم الوحيدة اللي بتقابلهم يعني حاجات كده متعلقه بالزراعه يا جماعه. فاحنا بنطالب السيد وزير الزراعه بنظره لمنتجين عسل النحل بالنسبه لغلاء السكر، بالنسبه للمشاكل اللي بتقابلهم، لان دي ناس بتصدر بتجيب عمله صعبه للبلد. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها، وهنرجع لحضراتكم تاني. يعني نحال في مصر بتعرف بيه؟ أستاذ أحمد عنتر فرحان خميس. كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين. كنت مع بابا بقى امتى وتعلمت مجال النحل؟ طبعا التفاصيل دي اتعلمتها مع بابا امتى؟ بقالك سنتين دلوقتي. طيب بتروح مع بابا بقى وتشوف التفاصيل كلها يعني بالنسبة للشغل بتاع بابا، ولا بتعمل ايه مع بابا؟ أول مرة كنت معاه، فعلمني كل حاجة بقى، وبقى بعرف كل حاجة. زي إيه؟ يعني بتعمل حاجة زي إيه؟ عاوزك تحكي لي بقى. زي مثلا أستلم، أمسك الدباسة، أشتغل ورام النحل، كده يعني. بتشتغل من ورام النحل إزاي؟ أنا برضه عاوزك تفصلي، يعني بتشيل من ورام النحل إزاي؟ تمسك البوكس من بايديا الاثنين ونروح حاططها في جنب بعيد عنه. وهكذا بقى. تمام. بتحب النحل؟ اه. يعني ما بتخافش منه؟ دايما الاطفال الصغيرين بيخافوا من النحل، ان هو يقصهم، ان هو كده. انت بقى ما بتخافش منه؟ لا، متعودت على قرص النحل. هنروح بقى نتعرف بيك. محمد الرفاعي فرحان خميس. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. في الدراسه؟ اه، في الدراسه. ثانية سنة ان شاء الله، يعني السنة الجاية سنة يا عم. طبعا انت في مجال النحل برضه مع الأسرة يعني، ولا منعزل عن مجال النحل؟ منعزل خالص عن مجال النحل، ماليش في النحل خالص، مع انها السامة المدمرة، فمركزش في الشغل خالص في النحل، دراستي بس ومركز فيها. مركز فيها، لكن مش زي أحمد مثلا حابب المجال، يعني أحمد بينزل مع الوالد، حابب يعرف، حابب كده، وحضرتك بتبتدي بالدراسة أصلا. اه، تفكيري كله على دراستي بس ومستقبلي، عامل في المستقبل مهندس النحل وكده. بس انت تجمع بين الاثنين حاجه كويسه جدا. كعندي فكره بس عن يعني النحل ماشي، بس ان انا مثلا ادخل في المجال ده واشتغل، لا مش هقدر. بس لو انا عندي فكره مثلا عنه وابقى عارف مثلا لو حد اتكلمني فيه اقدر اتكلم معاه كده، بس كشغل ان انا اشتغل فيه لا. يعني انت عندك خبرات كتير في النحل؟ يعني مثلا الشغل هم شفتهم يشتغلوا، شفت مثلا فكره الشغل، وان هم مثلا يجيبوا نحل من اماكن أوقات ما مستني مثلا يكونوا من بوكس من فن نحل، وإنه مثلا بيروحوا في أماكن بعيدة من بعض بني سويف عشان يجيبوا النحل ويصدروه لبره. يودوه طبعا المطار المصري للطيران على حسب الشركة اللي هم متعاملين معاها، ويصدروا النحل لبره. طبعا في برضه طبعا شركة طيران تانية بره في السعودية، هم اللي بيستقبلوا منها النحل. طبعا لازم يكون في حد مننا هنا هناك، لأن هو بيستلم النحل ويحطه في مكان في السعودية على حسب الناس. تمام. في مشاكل بتحصل لكم في موضوع التصميم ولا ما عندكش فكره؟ ما عنديش فكره، بس اكيد يعني على حسب الناس بتقول في اكيد بيبقى في مشاكل. في مشاكل زي ايه؟ ما عنديش فكره عن المشاكل اللي بتحصل. لا، زي الرحلات. اه، زي حالات مثلا يعني النحل مثلا في المطار، والنحل والبتاع الطياره تتلغي، بتقدم شويه بتبقى غلط على النحل. اللي هو بيتاخر. ان هو بيتاخر، وبالنسبه للتكييفات، بالنسبه للجو بيبقى عاوز جو معين. عايز تقوم هناك قائد بتاع صاله مبرده. صاله مبرده كبيره. النحل بيخش فيها يفضل مغطي ساعتين ثلاثه اربعه على ما الطياره الميعاد الطياره تيجي. تقابلكم المهندس
عنتر رئيس مجلس اداره الشركه. المعوقات اللي بتقابلكوا في المجال في الوقت الحالي يا فندم بشكل خاص؟ انت السكر، توفير السكر للنحل او نزول السكر شويه على النحل، لان النحل بدا ينقرض. النحل بدا ينقرض، اللي كان عنده 3000 قناه يخلوه 1500. سبب انقراض النحل ايه يا فندم؟ مطبخ خبرتك. السكر سعره عالي. عالي. السكر سعره عالي. تمام. يعني في خلال شهرين ثلاثه السكر يوصل من 11 ل 25000. 25000 رغم المفروض يبقى في دعم للنحال. المفروض يبقى دعم. في دعم. يبقى في دعم. في دعم. دي من اساسيات النحل. عشان التغذيه بتاعتنا. لان النحل مش هيعيش الا لازم ياخد سكر. تمام. لازم ياخد سكر. زي الاكل والشرب بالظبط. الاكل بتاعه ده الاكل بتاعه. تمام. ده معوق مهم جدا حضرتك بتتكلم فيه. في معوقات تانية بتقابلكم في الوقت الحالي؟ هي دي بس الناس، عشان الناس بس، لان الناس دي ما عادش توفر حاجه من الشغل، وعنده عمال وعنده عربيات وعنده ايجار اراضي، ايجار حته الاماكن او المزارع اللي هي بتقوم بيها، ان كانت في المجريه او هنا في الجوربيه. تمام. فهي ديت موضوع السكر ده اهم حاجه عشان شغل النحل، لان شغل النحل ده اقتصاد تاني. بالظبط. اقتصاد تاني.